السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي احسن حال. في اخر فيديو مشتريات الخضار كنت جايبه لكم بسله، قلت لكم ان انا جايبه كيلو ونص، يعني 2 كيلو وربع كده، دول اللي طلعوا منهم. وكنت جايبه كيلو جزر، ما عملتوش كله بصراحه لان انا ما بحبش الجزر يكون كتير فيها، ففصصت البسله وقطعت الجزر مكعبات صغيره وهديها غسله كويسه جدا. الجزر مغسول بس انا غسلته تاني مع البسله، لازم تتغسل كويس جدا. عايزه اقول لكم ان البسله اصلا خضار كفايده للانسان ملوش اي 30 لازمه، فاحنا بندي لها الجزر عشان يبقى ليها فايده، وفي ناس بتحط لها بطاطس، ده كويس وده كويس، بس الصحي اكتر معاها الجزر. شفتوا البسله رفيعه جدا، يعني فيها حب رفيع خالص. المهم انا هصفيها بعد ما غسلتها كويس جدا وهسيبها تتصفى من كل الميه دي. الخطوه اللي بعد كده مهمه جدا، سواء للبسله او الفاصوليا الخضراء لو انتي حابه تخزني فاصوليا خضراء. الخطوه اللي جايه دي مهمه جدا وهي حمام البخار. لحد البسله ما تتصفى احط حله صغيره خالص فيها ميه على النار، واسيب الميه دي لحد ما تبتدي تغلي. الميه ابتدت تغلي اهي، هطفي عليها النار على طول، مش هسيبها تغلي واحط البسله فوقيها. بنفس المصفى بتاعت البسله هاخدها احطها فوق الحله علشان البخار يطلع من الاخرام بتاع المصفى يدخل على البسله. واوعي تخلي الحله سوري المصفى تكون وصل للميه، لا يا دوب فوق الميه. كل شويه هفتح عليها اقلبها عشان البخار يدخل في البسله كلها، وهغطيها بعد ما اقلبها بغطا علشان البخار يدخل فيها كلها. البسله اهي بعد ما خلصناها وجميله ماسكه نفسها لسه سخنه، لا تهرت ولا دبلت ولا اي حاجه، بالعكس الحركه دي لما بتيجي تطلعيها من الفريزر بتخليها تعجل من سواها شويه ومتاخدش وقت معاكي على النار. هسيبها لما تبرد وبعدين هفرزها. انا عملتها على 3 اكياس، الكيس كبير. انا لما باجي اطبخ طبيخ طبيخ يعني ملوخيه بقى وخضار احمر وكده، بعمل الطبيخ يكفيني يومين، عشان كده عملتها كيس كبيره شويه، الكيس هيكفيني اكلتين. ده كان فيديو تفريز البسله، استنوا فيديو تفريز الكرنب، اشوفكم على خير، السلام عليكم.